قصة حب خفيفة تظل مليئة بالبهجة، رسمت الضحكة على وجوه المصريين. أفلام مميزة جمعت بين الكوميديا والرومانسية لتجسد قصة حب شادية وصلاح ذو الفقار، والتي كانت آخر زيجة لشادية وانتهت بالطلاق بعد سنوات من الحب بل والمعاناة أيضا. بدأت قصة حب شادية صلاح ذو الفقار عام 64، وتحديدا أثناء تمثيل فيلم أيام معدودة، حيث اجتمع الثنائي في العديد من الأفلام التي لاقت نجاح واسع بين الجماهير. وحينها أعجبت شادية بشخصية صلاح ذو الفقار وخفة ظله، خاصة وأنه يتسم بالمرح، وتوطدت علاقتهما بشكل كبير حتى أعلن الزواج بعد أشهر قليلة. عام 65 تزوجت شادية وصلاح ذو الفقار، وقدم معا فيلم أغلى من حياتي، وهو أحد أهم الأفلام في مسيرة الثنائي. وبعدها كان ارتباط شادية بصلاح ذو الفقار بمثابة شهر عسل لمدة 7 سنوات متواصلة، أسفر عنه نجاح سينمائي غير عادي لهما كثنائي، حيث كان استقرارها العاطفي منعكس على فنها بالنجاح والنضج والعطاء، وتشارك معا أجمل أعمالهما. خلال تمثيل فيلم كرامة زوجتي سنة 67، تعرض صلاح ذو الفقار لموقف صعب. حينها كان متزوج من شادية، ومن المفترض أن يقدم مشهد مع زوجته النجمة شادية وهو يقوم بتطليقها ويقول لها كلمة أنت طالق، ولكنه كان متردد من تمثيل المشهد خشية من أن يقع الطلاق بشكل واقعي ويحدث بينهما الانفصال. تردد صلاح ذو الفقار كثيرا قبل أن يقدم هذا المشهد، حتى أنه جلس مع شيخ من علماء الأزهر واستشاره في هذا الأمر، وأكد له الشيخ أن هذه الطلقة ستكون تمثيل ولا يؤخذ بها في الشرع على الإطلاق، وطمأنه. لذا قرر صلاح ذو الفقار تصوير المشهد الذي أرق لأيام طويلة خشية من وقوع الطلاق. بعد سنوات من الحب والفن معا، بدأت المشاكل تطرق باب شادية وصلاح، وكان من أهمها مشكلة الحمل. الحمل كان من أمنيات شادية الخالدة والتي رغبت في تحقيقها بشدة، وكانت قد أعلنت عنها من خلال أحد المجلات الفنية. كانت تخصص إحدى المطبوعات مكانا بعنوان بخط إيدي يكتب فيها الفنان أو الفنانة إجابته على سؤال المجلة. وردت شادية على سؤال المجلة الذي كان ما هي أكبر أمنية لها لا يعرفها الناس. هنا ردت شادية قائلة: أتمنى أن يكون عندي دستة من الأطفال عندما أبلغ سن 50. ومجددا حملت شادية ثم فقدت الجنين المرة الثانية بعد حمل دام 4 شهور، ودخلت في رحلة علاج من صدمة نفسية وعصبية خرجت منها طالبة للطلاق من زوجها صلاح ذو الفقار دون تراجع، وكأنها لا تريد أن تكون على هامش حياة صلاح ذو الفقار. تم بالفعل الانفصال سنة 69. سافرت شادية إلى الإسكندرية، ولكنهما لم يتحملا الفراق، وكانت مدة الانفصال 20 يوما فقط. وعندما عادت شادية إلى القاهرة انتظرها صلاح في محطة مصر، وأخذها بالأحضان والقبلات، وأعادهما مأذون الزمالك إلى بعضهما، ثم انطلقا لبيتهما الكائن بحي الجيزة. ولكن في عام 73 انفصل انفصالا نهائيا، ولم تجدي أي محاولات للأصدقاء والمقربون في الإصلاح بينهما تلك المرة. لم تتزوج شادية مرة أخرى في حياتها، وتفرغت لحياتها الاجتماعية وعملها الفني حتى اعتزلت الفن واختفت عن الأنظار ولسنوات طويلة. في قناتك بودكاست لا تنسينا بالاشتراك واللايك
أشير حتى نحيا كل يوم قصة جديدة.